كتير من المحللين بيعتبروا زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطر مش نقلة نوعية بس للعلاقات الثنائية لكن للعمل العربي المشترك كله. فيعني رأي حضرتك في النقطة دي إيه أو في هذا التحليل للزيارة ونتائجها اللي هتظهر فيما بعد؟ كلام صحيح 100%. الزيارات الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على يعني التضامن العربي، حريص على الوحدة، حريص على التكامل، خاصة في هذه المرحلة الملتبسة وشديدة الخطورة في سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي. الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيارته الخارجية أو استقباله للملوك والرؤساء داخل مصر دائما بتصب في هذا الهدف. العلاقات المصرية القطرية بتشهد يعني نموا سريعا. لقاء اليوم شهد العديد من النقاط المضيئة. لا اسمح لي أسأل حضرتك عن يعني هل ده ممكن يصب ازاي في مصلحة العمل العربي المشترك؟ انا هتناول مع حضرتك نقطة نقطة ولقاء رجال الاعمال والاتفاق المواقف في القضايا السياسية الكبرى، لكن يعني لسه برضو عايزك تكلمني شوية اكتر ازاي ده هيبقى في خدمة العمل العربي المشترك. هل في قضايا معينة؟ هل في رأب لصدوع معينة قبل بالذات قمة الجزائر القادمة، القمة العربية القادمة؟ هو الحقيقة يعني مهم جدا فكرة إزالة أي خلافات ما بين الدول العربية. صحيح. ده أولا. ثانيا الإطار السياسي العالمي بيتشكل، الأقطاب هتتغير، الحرب الأوكرانية الروسية وطول أمدها وتأثيرها خاصة مع اضطراب الصيف وتأثير ده مع اضطراب الشتاء، فصل الشتاء وتأثير ده على أوروبا. طبعا أوروبا بتعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي وفي محاولة لسد العجز من جهات مختلفة، لكن الحقيقة في ظل هذه الأوضاع الملتبسة أيضا بالنسبة للمواد السلع الغذائية والتموينية، وكان النهاردة كان في نقطة مهمة جدا وهي الحديث عن الزراعة واستزراع بعض الأراضي وتكامل العربي في هذا الإطار. الحقيقة يعني مصر تلعب دور مهم، وأعتقد أن العالم العربي بحاجة شديدة إلى التضامن في هذا الوقت الحساس وتنحية الخلافات أي خلافات أيا كان نوعها جانبا، لأن المصلحة ستصب للجميع في خانة الجميع، وأيضا الأضرار ستطول الجميع إذا لم ننتبه لما يحدث وما سوف يعني يأتي، وهو بالفعل أتى وتأثرنا به بشكل كبير، ولكن ربما يكون التأثير أكبر في الأوقات أو الأيام القادمة. طيب بالنسبة لقضايا كبرى مثلا زي القضية الفلسطينية، زي ليبيا، زي سوريا، زي العراق، القضايا دي كان في رؤى متباينة ما بين مصر وقطر، ربما عملت مصر كثيرا على تقريب وجهات النظر ما بين كل أطراف دولة وبعضها لكي تكون دولة موحدة. ربما كان هناك بعض الاتهامات لقطر إنها بتعمل على عكس ده. كيف يكون لهذه القمة وهذا التطور الإيجابي اللي حضرتك أشرت إليه في العلاقات المصرية القطرية انعكاسات مفيدة على مثل هذه القضايا الكبرى اللي موجودة في المنطقة؟ هو في مصر لها موقف واضح جدا، وهو يعني الحفاظ على الدولة الوطنية بشكل عام، الحفاظ على الجيوش الوطنية، الحفاظ على الدول بشكل عام، هذا الثوابت المصرية بصرف النظر عن تباين هذا مع دول أخرى يعني سواء قطر أو غيرها. والحقيقة اللقاءات دي هو الهدف الأساسي منها في إطار السياسي، يعني كنا بنتكلم عن جانب اقتصادي لكن أيضا في إطار سياسي وهدف سياسي من هذه اللقاءات، والأهداف السياسية بتصب إلى تقريب وجهات النظر. الحقيقة احنا مش عاوزين فكرة إن احنا إما إننا نتطابق مع غيرنا أو إننا يعني نلغي غيرنا، هذا أمر يعني أعتقد إن هو غير وارد في السياسة المصرية في المرحلة الحالية، ولكن هناك محاولات لتقريب وجهات النظر حتى يعني تخرج قمة الجزائر بأفضل حل للحفاظ على الوطن العربي بشكل عام، والحفاظ وانتشال
الدول اللي حضرتك تفضلت اللي هي بتعاني من 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 تأثيرات الإرهاب والجماعات المسلحة وتفكك الجيوش إلى آخره. الحقيقة مهم جدا الدور المصري وأيضا الدور القطري الحقيقة، بصرف النظر عن تباين وجهات النظر في بعض المسائل، لكن هذا أمر وارد في السياسة ونستطيع أن نصل إلى أقرب نقطة يعني للتواصل.